عشان نبقى خلصنا الحته دي بالمظبوط تبقى فاهمها برضه عشان الحته دي مش هنلاقي حد بيدوس عليها شويه. اذا كان المبنى بتاعك بيز فالاما اديشنال بتاعتك بتساوي بي التيميت في دي على طول. فيها مشاكل؟ لا. ليه؟ بيقول لك اذا كان المبنى بريز فان السويب بتاعت العمود او الدلتا بتاعت العمود بتبقى عامله ايه؟ خلاص هتقول لي اديشنال بيبقى دايركت الالتيميت في مين؟ في دلتا. وكل عمود على حته. ليه؟ لان المبنى ممسوك كويس. تمام؟ فكل عمود بيحصل له بوكلنج لوحده. طيب فحدد الاوند ريز الاما اديشنال بتاعتك بتساوي بي التيميت حاجه اسمها دلتا افريج. ايه بقى دلتا افريج؟ بالظبط الافريج بتاع كل الاحوال. دلتا افريج بتساوي سميشن الدلتا على ان ده كده عدد الايه؟ الاعمده. وده سميشن الدلتا لكل ايه؟ لكل عمود. اذا خلي بالك لو البلان بتاعك عامل كده دي بقى مساله جحيم بقى شويه طويله بقى وفي شويه اعمده عامله كده المبنى بتاعك ماله؟ امبريزن. وانت بتدرس في اتجاه اكس تروح تعمل ايه بقى؟ تحسب دلتا للعمود ده في اتجاه اكس ودلتا للعمود ده في اتجاه اكس ودلتا بقى عندك خمسه ايه؟ دلتا. اجمعهم واطرحهم واقسمهم على كام؟ على خمسه. ادي الام اديشنال الاضافيه على عمود من الاعمده بتساوي الفورس اللي على العمود ده في دلتا افريج اللي هي ايه؟ اللي هي بتاعه الدور كله. لان في المبنى بص كده انت لو فتحت بتاع المشهور ده مرجع فوق المحترم كل حاجه فيه متوضحه بالظبط. بص كده المبنى المقيد اللي هو الفريز السويد بتاعه ضعيف تمام؟ فلو جت اثرت عليه نص نص ده العمود ده بيحصل له برضه مع نفسه ده مع نفسه ده مع كله مستقل عن الثاني. لكن في حالة المبنى ده أندريس ايه اللي بيحصل؟ أول حاجة الجول الأول اللي بيحصل له سبريك كله كده مع بعض وبعدين الأعمدة اتحركت مع بعضها. أو مقاومة كل عمود أثرت في الثانية ولا لأ؟ لأن الأعمدة هي اللي بتقاومت إيه؟ اللطر. فلو العمود ده قوي هتقاوم أكتر، العمود ده ضعيف هتقاوم إيه؟ أقل. فبالتالي بتاخد الإيه؟ المتوسط بتاع كل الأعمدة. إنما في البريد الاعمده بتبقى بره الموضوع خالص لان اللي بيقوم مين؟ الشيرو. فبتاخد الكابلنج بس بتاع العمود لوحده كل عمود مستقل عن الثاني. اتمنى انك تقرا الحته دي من كتاب مشهور وملخصها وتظبطها ولو ما فهمتش فيها حاجه بقى تعالى قلنا عبد العزيز بيقول لك يا باشمهندس اما العمود بيبقى عليه كومبريشن فورس بس ليه بحط حديد تسليم؟ اصل هو لسه سالني السؤال ده امبارح لازم بص نرجع طلعونا بره الموضوع بس هي اسئله مهمه الحقيقه ما ينفعش ما نرجعش عليها. نرجع هنا للسؤال الحالي الاجابه بتاعت سؤالك ده على فيها شقين لازم اجاوبك عليه. رقم واحد بص كده يا عبد العزيز العمود او الحديد التسليح اللي هو الريفورسمنت بيشيل تنشن ولا كومبريشن؟ طب مين بيشيل يعني بيشيل تنشن اكتر من الكومبريشن ولا كومبريشن اكتر من الاثنين؟ الاثنين زي بعض الاثنين قد بعض لانك لو بصيت كده للستريس سترين كيرف بتاع العمود بيشيل كومبريشن برضه بيشيل على الجمرس وبيشيل تنشن برضه بيشيل لكن هنا الجامعة اس بكام؟ 1.15 هنا 1.34 دي عشان بيخافوا شويه دي حاجه بتخلص بس في الطبيعي الحديد كماتيريال دلوقتي بيشيل الاثنين زي بعض. لما تيجي تدرس ستيل الستيل ده حديد بقى هيشغل لك الحديد ده 10 على 10 كده في التلفزيون
طب وفي الكومبريشن هيخاف منه شويه ليه؟ هل عشان هو ضعيف في مقاومه الكومبريشن؟ لا، عشان ليه بقى؟ بالبقر ان السيخ الحديد السيخ مساحه مقطع الحديد بتبقى صغيره، فبيبقى عندك انجل كده صغيره في شانل او حاجه، فبتشيل كويس جدا في الكومبريشن، بس تيجي تضغط عليها هتنهار، بس مش هتنهار نتيجه الكومبريشن، هتنهار نتيجه البكر. هي دي بقى فكره ان هو وصل للبيك كريتيكال ولا لا. اذا اللي احنا عايزين نوصله الاثنين بيشيلوا. طيب الميزه بقى اللي انت بتحط في العمود حديد تسكين ايه؟ هتبص تلاقي ان الحديد بيشيل قد الخرسانه حوالي 20 مره في الكومبريشن. يبقى حته السيخ اللي هنا اللي انت حاطه ده كده لو جيت فكسته بخرسانه شوف السيخ ده ايه؟ يعمل لك حته خرسانه قد كده. اديها 20 مره. فاول حاجه لما حطينا حته السيخ في قطاع العمود عملت ايه؟ صغرت الابعاد بتاع العمود رقم واحد. تاني حاجه الخرسانه ماده قاسيه بريد والحديد ماده. طيب انا ما اقدرش احط ماده بريتل بيور بريتل في المنشا ليه؟ عشان لما اجي الجسر ما يبقوش مره واحده، فبكسب الخرسانه شويه تكتيك عن طريق ان انا بحط لها حديد تسليم. مش بس حديد تسليم طول، ده انا كمان بربط حديد التصليح ده بايه؟ بكام؟ بحيث ان العمود لو عايز ينهار فانهيار العمود في الكومبريشن بيبقى عامل كده. عايز يفرز مين بقى اللي بيلم الفتحه دي؟ الكام؟ كل ما تحط عدد كنات كتير لما مش عايز يفتح بيحصل له كونفاين. فبالتالي طب لو هيتكسر بقى لا يشرك الاول قبل ما يتكسر، فسيادتك تعرف ان في ايه مشكله، تبدا بقى تخلي المنشا وتبدا تاخد الحاجات بتاعت التسجيل والكلام ده كله. فهمت بقى ليه العمود بيتحط له حديد تسليح؟ السؤال الاذكى بقى، حتى لو التسليح اللي موجود هنا او قطاع الخرسانه بس يقدر يشيل الفورس اللي جاي عليه، كنت بقول لك لازم تحط اريا ستيل مينيمم اللي هو كام؟ اقل حاجه 4 اسياخ في 12 ليه؟ بسبب انك لازم تكسر العمود شويه ايه؟ خلاص كده؟ السؤال ده فاهم؟ طيب وقت النهارده باي شكل من الاشكال عشان خاطر ادي لك المساله بتاعت الانتراكشن ده برضه مساله لو في حاجه نون جون قطاع اللي هو الاي سي او حاجه كده لازم تشوفها. يعني ممكن اقول لك انت بس ايه؟ طب ناخد المساله الاول عشان ناخد المساله الاول عشان الاقي وقت احلل مهندس. عايز امشي دوايد دي عليها ماشي. ناخد المساله الاول. اه الكروم مش جايه في الكويز. لا مش هيديك انت مش هيديك ده انا مش بقول شكله عامل كده. طبعا في بلان في كتاب مشهور كبير شويه برضه تبقى تحل مسألة حاجة شبه كده. خلاص؟ هعطيك لك يعني الشكل ده وقول لك خلي بالك تبان لعمارة مكونة من ايه؟ 10 ستور ده 10 ادوار. بيقول لك ارتفاع الدور الارضي لازم يبقى كبير شوية، ارتفاعه كام؟ 5 متر في الأرض. وبعدين الأدوار المتكررة ارتفاع الدور الواحد كام؟ 3 متر. وبيقول لك رقم واحد تشيك اف ذا بيلدينج اساله بقى بيز ولا امبريت في اتجاه اكس واتجاه واي. ده رقم واحد. رقم اثنين يقول لك العمود اللي هو الديتش كورن ده شوفوا لي لون ولا شور في اتجاه اكس واي. ممكن يقال بصيغه ثانيه احسن من كل الكلام ده، يقول لك ديزاين كولوم ويشاور لك على اسم مثلا كولوم سي واحد ديزاين تعمل له ديزاين. كلمه تعمل ديزاين للعمود بقى عارفه تعمل ايه؟ كل حاجه. اول حاجه تروح تشوف المبنى بريست ولا انجلش، وبعدين تشوف العمود لونج في اتجاه اكس ولا واي ولا شورت، وبعدين بعد ما تجيب كلمه تشوف لونج ولا شورت تحسب له الام اديشن، وبعدين تاخد الام اديشن والبي اكتر وتخش بيها على كلمه الكيرفات تطلع ايه؟ التسليم. يبقى كلمه ديزاين دي كلمه قد كده كانت ممكن، بس انا قسمت المسألة عشان ناخدهم واحدة. خلينا ناخد اتجاه اوت بعمل اتجاه تاني الاكس ايه؟ الاكس دايركشن. خلاص؟ عايزين نشوف البيست ولا البيست. لما قلنا احنا نجيب حاجة اسمها الفا اكس يساوي اتش دي فعل بيشن فعل مبنى في جاست فورميشن تاني معاه فورميشن تاني في
انا هاي بقى كده هاي بقى خلاص كده طيب تعالى كده بقى نشوف اول واحده اتش بي دي سهله دي مش بسيطه هتقول لي كده اتش بي بتساوي 5 متر اللي هي ارتفاع الايه؟ الجراوند طول الارض تساوي هما كام سور؟ 10 خدت منهم الدور الارضي يتبقى 9 ارفعه كله بكام؟ 3 يبقى 9 في 3 ارفعه بكام؟ 32 متر رقم 1 هنجيب سوميشن دي اللي هي اطول حاجه سوميشن دي بتساوي شامله بقى كام حاجه؟ وزن البلاطه وزن الاعمده والشيول وزن الكاميرا الكاميرات ووزن الفلورن كفر والله يفرض الكلام ده كله خلاص يبقى هنا كده اقول له اقول له مين بتاع الفلورن الفلورن كفر زائد اقول له زائد نايترو زائد يكون مين بتاع الاسناب والكلام ده كله مضروب في مين في الاريا بتاعته عطينا كده الفلورون كفر بص كده 1.5 كيلو نيوتن على المتر المسطح احنا عايزين نحوله لايه؟ كونسنتريتد لود طيب مش الواحد ونص دي بتتفرش على الدور كله؟ حوالها كونسنتريتد لود تضرب في الايه؟ نفس الكلام الكوفيلنت وول لود بيقول لك احمال الحيطان متسيحه على المبنى ب2 مثلا كيلو نيوتن على المتر المسطح الله يرضوك 3 كيلو نيوتن على المتر المسطح توزع على المسطح عايز احولها كونسنتريتد بضربها فين؟ في ايه؟ نفس الكلام اللي بتاع الاسلام على الواحد ونص زائد الاون لود واجب من 2 زائد اللاين لود ب3 الاون لود بتاع الاسلام بكام؟ بص كده لما يكون كيو بكام؟ 25 في تي اس عطلك سنت المقدر كام؟ ب 20 بابوين ب2 في تي اس الجاما كونكريت دي بايه؟ كيلو نيوتن على المتر المكعب اتضربت في تي اس بقت كيلو نيوتن على المتر المربع تتضرب في مساحه البتاع تتحول لك كونسنتريتد يبقى في 12 في 12 جبت 112 في 12 عشان 6 زائد 6 زائد 8 6 زائد خلاص يطلع لك دي بتساوي خلاص هيطلع بتساوي بعدين هم يقولوا ايه؟ بتاع ايه؟ الدورات اللون بتاع الحمار بيساوي سبميشن الايه؟ في التي بي ناقص تي اس مفقوص عرض الايه؟ الكفر التي بي ناقص التي اس عشان انا واخد وزن البلاطه معايا قبل كده. ايوه هي في يا حبيبي كمر خارجي فلاش سناب ممكن تحط كمر على الحدود الخارجيه خلاص مش كمر طيب سبميشن الايه ده هيجيبها ازاي؟ من هنا كده لحد هنا 12 وربع هو ده المحور خلاص هو 12 وربع 12 وربع ناقص بعد العمود في الاتجاه ده بكام؟ بنص ونص 13 وربع طرح منهم ابعاد الاعمده هي هنا كام؟ 3 في 1.5 اللي هو 3 في نص في 1.5 زائد في الاتجاه الثاني برضه 12 وربع ناقص عندك بعد العمود في الاتجاه ده بوينت 3 بوينت 3 والبعد بتاع الحيطه كام؟ 3 متر كام؟ 3.6 في الجامعه التكبير بتاعتك اللي هي 25 في بوينت 5 في بعد الكاميرا وبوينت 6 ناقص بوينت 2 متر عايزين نجيب الاون وي بتاع الكولوم اعمل للمبنى كله خلي بالك ده ايه للدور الواحد وده للدور الواحد يعني ده هيرجع يضرب في كام؟ العدد من الادوار اللي هو 10 وده هيضرب في عدد من الادوار اللي هو 10 ده مش هيضرب في حاجه لان انا هجيب وزن الاعمده من منسوب ضرب الاساسات لحد فوق خالص حته واحده اعتبر العمود ماله حته واحده يبقى بيساوي ارتفاع الاعمده بكام؟ ارتفاع الاعمده ناقص 0.2 متر. عدد الاعمده كام؟ لو عدد الاعمده انا كنزل وبعد العمود كام؟ 30 ب 50 في
كم رقم كتب الكتاب؟ 25. معك رقم ده 720. وبعدين يجي يكون مين؟ يجي الحوار. ارتفاع الحوار موجود بيكون 30 متر. في عندك كم حيطة؟ واحد واثنين 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 وبين ثلاثة وثلاثة متر. في 25 اللي هو كم رقم كتب الكتاب؟ ازاي؟ بالطول بقى. هتجيب مساحة الطول. شايفين مساحة الطول الميليا طول يبقى هنا 32 ارتفاع الطول. في الميليا بتاعت الطول في كم؟ كونكريت اللي هي 25. هيطلع لك هنا برضه البون ويت بتاع الأعمدة للمبنى كله والبون ويت بتاع النون والطول للمبنى كله. يبقى هنا كده ايه؟ ارتفاع الحيطة من تحت خالص لحد آخر المبنى فوق بكامل الارتفاع. عايز أجيب وزنان تضرب كثافة الماتيريال في الحجم، الحجم الارتفاع في المساحة اللي هي مساحة المبنى. ده ببساطة خالص. إيه؟ مش ربع. 12 وربع اللي هي كام؟ كامل الارتفاع دي المبنى. بص هنا من الأكس لحد الأكس. الأكس ده في نص الكفر. يعني هنا بوينت 2.5 على 2 وبوينت 2.5 على 2 هتلاقي كانك ايه؟ بوينت 2.5. عايز تاخد على طول بقى 12 دي ودي من الربع مفيش، مش هتفرق معاك. ده كلام الفيزيكا الصغير. خلاص؟ هتيجي هنا بقى تكمل المسألة هيطلع لك الصفوشه اللي هنا بيساوي الرقم اللي هيطلع لك هنا في 10 زائد الرقم بتاع الكاميرات في 10 عشان ده الدور الواحد زائد ده دايركت بتاع الأعمدة زائد ده دايركت بتاع الشمال. هيطلع لك الدور الواحد ده الفورميشن الدور بيساوي 20.98 كيلو متر. بقى انا احسب الايه؟ الانرشي. طب انا بدرس اسمه اكس دايركشن يبقى انا محتاج احسب الانرشيا بتاعت الايه؟ بتاعت الواي. يبقى الاي واي بتاعت خلي بالك ايه بقى؟ اللي هو بيتساوي بالموازي بتاع اللود بوينت 3 العمود التكعيب اللي هو 3 تكعيب على 12 يطلع لك بوينت 6 7 5 بوينت 6 7 5 نص 4. المشكلة عندي بقى في مين؟ في الطول. ليه بقى المشكلة في الطول؟ عشان خاطر السي جي بتاعه انا مش عارف مكانه. هتروح في الأول تحسب ايه؟ تحسب السي جي بتاعه الطول ده. بس هو هنا انا عارف ان هو في الطول بس هنا مع الارتفاع دي الواي واي. الواي واي دي لما تجيبها اللي هي سبمشن الميري هتطفي لنا محاور. عارفين الطريقة دي؟ المحاور تحت وراجعها في الاستراكشر بتاعها. الواي على سبمشن الميري عشان نجيب الاي واي بتاع الطول يبقى هنا الاي واي بتاع الطول بيتساوي الموازي للواي فين؟ 2 وبوينت 2.5 تكعيب على 13 في كام؟ في 2 عشان حته ايه وحته ثانيه وظبطت بالسيمتريه زائد نقلي بقى الايه؟ بوينت 2.5 في 2 في المسافة من السنتر لحد السي جي تربية بكام؟ في 12 حتة وحتة زائد الواي اللي هو 2.5 في الحتة دي تكعيب على 13 هيطلع لك في الآخر إن الأي واي بتاع الكود 1.4375 عشان تجيب الأي إكس نفس الكلام برضه حيطة وحيطة الواي عمود تكعيب على 12 زائد نقل المحارب في الإيريا ونفس الكلام فوق. مش عارفين تجيبوا الاي بتاع الكور دي بقى مع نفسك. خلاص هي دي اخر فاكتور اللي هو دي بتساوي 4400 جذر ال اف سي 30 هيطلع لك بيساوي 49.98 نيوتن على المليمتر ايه؟ تربيع. انا كل حاجه عندي هنا في الجروب بتعوض كل نيوتن متر عشان تحول الكلام ده من نيوتن على المليمتر تربيع ل 2 نيوتن على المتر. تربيع الدور في كام؟ في 10.3 كيلو نيوتن على متر تربيع. انت دلوقتي جاهز ان انت تعمل ايه بقى؟ تطلع الرمز اكس بتاع الرمز اكس
فعل سميشن الاي وبقينا عندك النتيجه من 9.8 × 10³ على سميشن الواو بتاعت الحيطه اللي بتطلع كام؟ 6.75 هم عندك كام حيطه؟ 2 يبقى 2 زائد بتاعت الواو طالعه 1.4375 الكلام ده هيرفع لك كام؟ 5.64 عندي عدد الادوار بكام؟ ب 10 ادوار اكبر من ال 4 يبقى الكلام ده اكبر من كام؟ 0.6 هتلاقي ده اقل من 0.6 يبقى المبنى مال لما تيجي تعمل اتجاه واي طبعا انا متوقع ان اتجاه واي منه خلاص اكس ليه؟ بص اتجاه اكس كده لما باجي ازود في اكس عندي 2 شيوخ بيقوموا وعنده تقول ان الانرجي عاليه في الاتجاه ده في الاتجاه الثاني مفيش اي وقوف اي شمول والكل انرجي بتبقى فين؟ في الاتجاه ده فلما تيجي تحسب الار بتاع الدلتا واي دي هتطلع معاك مسافه رقم كبير 1.6 اكبر بكتير من كام؟ 1.6 فخلي بالك في اتجاه اكس طلع بريز لكن اتجاه واي بريز خلاص يبقى مفيش مشكلة. طيب احنا كنا عاملين بقى الكلام ده ليه؟ عشان نعمل تصميم للعمود ده. خلاص؟ طيب معنى العمود ده برضه هنضطر ان احنا نشوفه لونج ولا شورت في الاتجاه. تعالى بقى كده. بقى على السريع تاخد حاجة منه. خلاص؟ هتيجي هنا كده. الدايركشن ده معناه ان انا هروح اجيب فيه ام واي اللي هو بنقول كده معناه ان انا بشوف الام ايه؟ الام واي اللي هو بيسموه خلاص كفايه الحجم ده. طيب نجيب هنا كده لمبة اكس بتساوي كي اتش مو على ال بص كده ادي العمود اهو نوقفه شويه ممسوك من هنا بكاميرا من هنا بكاميرا ومن هنا ممسوك بايه؟ وبلاط اسود عليا انا مش منسوب ازاي ما منسوب بايه؟ منسوب ببلاط يبقى هنا كده مش لازم ابقى شايف خطين عشان يبقى منسوب بكاميرا بس انا عارف ان هنا في ايه؟ بلاط في بلاط فلو هنا كده هنا دي كده ايه بلاط وبعد العمود هنا وينتي 5 وهنا وينتي 3 والكاميرا دي 25 والكاميرا دي 25 60 تعالى كده ناخد تفصيله كده في الجنوبيه نشوف شكله عامل ازاي اهو البعد ده كام؟ 0.3 من هنا كده ممسوك بايه؟ ببلاط بعدها كام؟ 0.2 ومن هنا كده في الاتجاه التاني ممسوك بكاميرا ممكن كام؟ 0.6 صح؟ ده لو انا جبت كده اربعه تمام كده يبقى ده اللي عمله خلي بالك هو عايز يصمم عمود الدور الارضي وقايل لك ان هو مربوط من تحت الاساسات او بقواعد سمك الاعلى دي كام؟ 1 طيب هنا كده ارتفاع الدور الارضي بكام؟ هو قايل لي 5 متر يبقى اتش كيو بكام؟ انت بتحسبها واحده يبقى كي اتش نود انا بدرس الاتجاه بقى اكس ودي واي انا بدرس اكس يبقى قاسم على انهي بعد الموازي اللي هو مين؟ الفي اللي هو كام؟ 0.3 طيب نيجي عشان نشوف الكي الكي بتساوي كام؟ اساسا بس خلي بالك الاكس دايركشن كان مانه؟ البريز عشان لما تيجي تخش الجدول اللي هتجيب منه الكي تخش الجدول بتاع البريز الكي هنا هتطلع معاك بتساوي 2.8 عشان من فوق العمود بتاع الكيس كام؟ كيس 2 صح ولا غلط؟ صح ولا غلط؟ ليه؟
لان العمود في اتجاه اكس مربوط ببلاطه سمكها بوينت 2، والاتجاه اللي انت بتدرسه عرض العمود في كام؟ بوينت 3. اذا سيكوال اكبر من التي اس يبقى في كام؟ كيس 2. يبقى كده تو كيس 2 او البوتو كيس 1. ليه؟ بعد العمود بكام؟ بوينت 3. والسمك الاعلى اللي ماسكاه بكام؟ 1 متر. 1 متر اكبر من بوينت 3 يبقى كيس 1. لما تخش كيس 1 مع كيس 1 هتلاقيها بكام؟ كيس 1 مع كيس 2 هتلاقيها بوينت 8. طب الاتش لوب بكام؟ تساوي 5 متر ناقص ايوه لا 2 من 10. انا بدي اسال اتجاه اكس مين اللي ماسك اكس؟ 2 من 10 ناقص 2 من 10 تطلع بتساوي 4.8. لما تمسك الكلام ده وتعوض هتعرف الرقم ده بتاعك بتساوي 12.8 3. الرقم اللي هيتقارن بيه هنا كام؟ 15. عشان ده بريز طبعا ده اقل من 15 يبقى خلي بالك ده ايه؟ شورت. قولوا ان يبقى السايركل يبقى هنا كده اذا ام اديشن واي بتساوي كام؟ مفيش مومنت اضافي في اتجاه واي عشان العمود بتاعك ايه؟ شورت ما حصلوش بكره. تعالى نشوف الاتجاه الثاني كده. الاتجاه هنا كده واي ما يريدش فين هي بس ركز يا حبيبي ركز يا بابا خلاص اللمبه واي خلي بالك من الامر هنا ده اسمنت وما دام واي دايركشن يبقى انا عندي ايه ام اكس ام اكس لندا واي بتساوي اي اتش نوت على ادي واي بقى انت بتدرس واي صح؟ يبقى انا هاخد الواي اللي هو ايه؟ بوينت 5. طب اكتب بقى بكام؟ الجهه بتاعتي بتساوي 1.2. ليه؟ عشان صوت كيس كام؟ كيس 1 صح؟ ليه؟ لان بعد العمود في الاتجاه ده كام؟ نص ومنطوق مش فوق كاميرا عمقها كام؟ بوينت 6. بوينت 6 اكبر من نص يبقى كيس 1. لكن البوتو كيس 1 برضه عشان منطوق اعلى 1 قاعده دي لف العمود من كل الاتجاهات هو برضه من الناحيه الثانيه والنص 1 متر وعمق العمود في الاتجاه ده بكام؟ نص 1 متر اكبر من نص يبقى كيس 1. ما تخش كيس 1 مع كيس 1 في الجدول بتاع الامبريز هتطلع لك كتير كام؟ 1.2. طب الاتش نوت بتساوي 5 متر ناقص 0.6 تطلع بكام؟ 4.4 متر. يبقى هنا كده اللمبه واي بتساوي 1.2 × 4.4 على بوينت 5 بتطلع بتساوي 10.56. اما اللي هتختار بقى الرقم 10 هيطلع اكبر من 10 على حاجات بسيطه بس برضه اتقال عليها ايه بقى؟ نور كور عمود بقى عمود نوم بكمر اللي هي باينه معايا في القطاع هنا دي هو العمود في اتجاه واي ونص وعمق الكاميرا اللي ماسكاه في اتجاه واي وبوينت 6 اعلى من النص خلاص. طيب هتيجي هنا كده خلي بالك بص كده يا اسلام انا كاتب ايه؟ اب ريست يبقى ام اديشن واي او ام اديشن اكس بتساوي في اوبتيمم في الدلتا بس خلي بالك بقى من حسن الحظ هنا ان كل الاعمده بتاعتك محطوطه ايه؟ بنفس الابعاد وبنفس الايه؟ الكيسز وبنفس الاتجاه ما فيهاش مشكله فبالتالي هيكون تقريبا لنا كده الدلتا افريج بتساوي سمشن الدلتا على الام اللي هي اساسا عدد الاعمده 6 يعني ايه في الاخر هتساوي ايه؟ الدلتا. طب الدلتا بتساوي لمده ثانيه في
يعني ايه اتجاه بتاع الاكس وبقى الاكس خلاص بص على 2000 يعني بيساوي 10 من 5 6 تربيع ونص على 1000 لو بتطلع لك الدلتا بتساوي وين اثنين سبعة خمسة متر. خلي بالك الكود بيسمح لك ان انت تخلي العمود بتاعك شورت دايركشن ما دام الاكسنتريستي او الدلتا بتاعتك اقل من الاكسنتريستي ليه؟ للمينيموم اللي احنا قلنا عليها المره اللي فاتت بكام؟ ب 20 مللي او 5% من المينيموم. يبقى هنا كده اصلا بتجيب الايه؟ بتجيب مينيموم بتساوي ماكسيموم بوفر بوينت 2 مللي هي 20 مللي او بوينت 5 البعد اللي انت بتدرس فيه اللي هو كام؟ نص. ارفع بكام؟ عندك الدلتا اللي طالع اكبر من ايه؟ اكبر من بوينت 5 يبقى لازم تعمل ايه؟ تاخد بوينت وتضافي معاه. طب لو الدلتا هنا كانت طالعه بوينت 2 والاي مينيموم في نص الكود طالعه بوينت 5 يبقى الدلتا اللي طالعه لك اقل من الاي مينيموم اللي الكود قايل لي عليها فتعتبر ان العمود في الحاله دي ماله شورت. بالرغم من انه ايه؟ انه تاني الحته دي برضه في ناس كتير ما بتاخدهاش في الاعتبار. تاني بالحسابات بتاعتك بتعمل ان العمود ده عليه اديشنال جايه من البي التمت في الدلتا. الدلتا دي معناها اكسنتريستي يعني. طب الكود بيقول لي انت ممكن تصمم العمود على انه شورت بالرغم من انه عليه اكسنتريستي بس خلي بالك ان الاكسنتريستي دي ما تزيدش عن الاكسنتريستي دي المينيموم. طب هي بقى المينيموم دي بكام؟ هو ايه اللي عليه؟ ب 20 مللي يعني بوينت 2 متر او 5% من بعد العمود اللي انت بتدرسه. طيب المينيموم هنا طلع عندي بوينت 2 5 اذا اي اكسنتريستي على عمود فيها القيمه بتاع او القيمه بتاعتها اقل من بوينت 2 5 تعتبر ان العمود بتاعك ايه؟ شوف اذا لو الاي مينيموم هنا او الاي اللي انا هسيبها طالع لي بوينت 2 مثلا والاي مينيموم طالع بوينت 2 5 ما كنت هتعتبر ان العمود ده ماله شوف خلاص كده. لكن هنا طلع مش شوف هتروح تجيب لي اديشنال بتساوي بوينت الدلتا اللي احنا طبعناها دي في البي ار هو قال لك مع العلم ان البي ار ب 500 كيلو متر هتقول هنا بوينت
الطاقه الموجوده فين؟ حتى عندها اسئله؟ المساله بتاع الكويز يا باشمهندس.